معاها أرز. طيب ابنه بيشتغل معاه وبيساعده في زراعة هذه الأرض. تعودت أن أذهب مع أبي إلى الحقل. الولد ده تعود إن هو يذهب مع باباه إلى الحقل كل يوم للعمل في زراعة الأرز. الأرز ده اللي هو الرز. فأزيل الجسر، يفتح كده الجسر ويفتح مجرى الماء لأسق الحقل. بيسقي الحقل عشان بيزرع زرع أرز فبيسقي الحقل. الولد ده ابن الراجل ده لقى بطة بقى في نص الطريق، في نص الجسر. مرضيش بقى يقومها، قال لا أنا عنده إنسانية كده. ذهبت اليوم إلى مجرى المياه لأفتحه فوجدت بطة تركض على بيضها فوق الجسر. لا بطة فوق البيض بتاعها على الجسر. طب يعمل إيه؟ مرضيش يزعج البطة دي، ده يدل على إن الشخص ده إنسان. لم أعرف ماذا أفعل، أنا مش عارف أعمل إيه. هل أبعدها من على بيضها لأفتح الجسر أم أتركها؟ راح بقى يستشير بابا، يقول له يا ترى أعمل إيه يا بابا؟ بابا قال له إيه؟ ذهبت إلى أبي وأحضرته ليرى البطة. ابتسم أبي وقال، بابا فرح كده إن هو عنده إنسانية. أنت لا تريد أن تزعج البطة؟ حسنا، نستطيع حفر مجرى آخر للماء. أنا بشجعك على اللي أنت عملته ده، أنت كده إنسان محترم. انت مش عايز تزعج البطة عشان هي تركض فوق بيضها. طب انت لو قمتها من على البيض كده مش هتعرف ترجع تركض على بيضها تاني. بابا قال له ايه؟ احنا نسيب البطة تركض على بيضها ونفتح مجرى تاني للماء. ده يدل على الإنسانية. أخذ أبي الفأس وحفر مجرى آخر بعيدا عن البطة، فتح مجرى تاني بعيد عن البطة. طيب على فكرة الحيوانات بتشعر بالأفعال اللي بيعملها الإنسان. جلست البطة تنظر إلينا وشعرت بأنها تريد أن تقول لنا شكرا. ده يدل على أخلاق الفلاح وابنه. يبقى درس النهاردة بيتكلم عن مجاري النيل تسقي الحقول. يلا آية كده، تعالي نقرأ الدرس. هاتي صفحة يا روحي 128. معايا طب يلا يا سكر. مجرى النيل تسقي الحقول في كائنات في كل لا تعودتوا. تعود تعودتو. لا أذهب برافو أذهب مع أبي برافو. إلى ها الحقل. العمل للعمل. ها العمل في زراعة الأرز الجي فري زلكس. برافو يا اي. استحوى وايه وقاف فتح مجرى الماء؟ مجرى الماء لأسقي الحقل. الحقل. برافو يا اي. يلا يا روحي ادي لنفسك واحد. شكرا. ادي لنفسك واحد شكرا على القراية دلوقتي، واتنين شكرا عشان دخلت بدري. يلا يا سكر. ذهبت اليوم
إلى إلى ده إلى المياه بقرة. مجرى المياه للأفتحة ثواب. فوجدته برافو. بطة شطورة. أن أركض على بيضها وقلت فوق الجسر. فالكسر لم أم أعرف ماذا أفعل هل أبعد أبعدها عن من على على بيضها لأفتح الجس أم أتركها برافو. ايه شطورة. ذهبت إلى أبي و وأحضرت إلى يرى البطة ابتسم الأب أبي ابتسم قال أنت لا تريد أن انتزعج. تزعج البطة حسنا نستطيع عفر مجرى آخر الماء للماء. شطورة. أربعة. أخذ أبي الفأس وحفر مجرى آخر بعيدا عن البطة دكتورة يا أيقوية ما شاء الله. أخر حاجة خمسة. جلست البطة تنظر إلى الناس وشعرت شعرته بأنها وشع ها تريد أن تقول لنا شكرا برافو. مفردات القصة. تعالي بقى نشوف المعاني يا أيقوية. هتقرأي الأزرق ولا أنا أقرأ الأبيض؟ اختاري. هتقرأي النور؟
الأرض. ماشي. طب يلا بينا، استحق انت تكون. يلا أيوة قال حقي أرض للزراعة. ما جاري ما جاري مجرى. مجرى قناة يجري بها للماء. الماء. فرا ق تركض لا استعجل تانية، كتكوتة تاني. مس نعم يا روحي. المعنى اللي في الكتاب بتاع مش المعنى اللي في الكتاب بتاع انت فاتحة كتاب ايه؟ التأسيس ولا السلاح؟ السلاح طيب اقرأي اللي كده اللي عندك. تركض. ماشي، تركض معناها تجلس، هي نفس المعاني بس مش مترتبة. طيب اقرأي اللي بعدها. تزعج تزعج. تضايق. أزيل أزيل. أبعد. أي سي كوي أسكوي أسقي. أروي. يا را يرى يرى. يشاهد. نستطيع نقدر. نقدر جي سر جسر ممر بين أرضين. كي كعادته كعادته. فين دي؟ كعادته علي صوتك يا روحي، بتقولي ايه؟ كعادته عادتي تقصدي؟ طيب هي مش موجودة عندك، رأيها انت بقى. كما تعودت تمام شطور. في حاجة عندك تاني في المعني؟ تريد تضغط الفأس أداة لحفر الأرض. ماشي تمام، تعال نشوف الكلمة مضادها بقى. ماشي يلا يا روحي. صباح 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 عكسها مساء. أفتح أقفل أغلق. أغلق تزعل تريد تريح. تريح أذهب أعود. تحت فوق تحت فوق. فوق تحت. ماشي. حصل ردم. ردما. وضع أزيل أبقي. أوكي أبعدها أقربها. أقربها بعيدا قريبا. يلا نشوف الكلمة وجمعها. أب
آباء. الجسر الجسر، الجسور. عادة عادات. العمل العمل الأعمال. الماء الماء المياه. بطة بطة بط. زراعة زراعي. زراعة زراعات. الياء الياء يم يم اليوم، الأيام. فاس فاس فأس، فؤوس. الكلمة ومفردها هي أيؤيا. الجا قال استعد تاني يا روحي. ال قول الحقول الحقل. ال ما جا جا ري البكاري المجرى. باي يا د بايت بيض. بيضة. برافو يا آية. 2. شكرا يا أيقويا. يلا يا سكر نحل بقى. يلا يا روحي استهدي نشاط باء. أخ ذهب الولد لا اكرري نفس السؤال الأول يا أيقوية. أخ اخترت اختر. اختر ال جاب الإجابات الإجابة. الإجابة ال صحيحة من بين القوسين برافو. 1. ذهبت اه ذهبت لا دي مش ذهب. تكراري حرف حرف يا قمر. أذهب نو. إزاي استهجي يا روحي. مش كبري نعم. الصفحة كده تعود تعود. شطورة. تعود تعود. الولد الولد كي لا كان ال أن يذهب ها مع وأبيه والده. والده إلى الحقول لا احنا نقرأ الأول كلمة كلمة ما بين الأقواس وبعدين نشوف احنا نختار ايه. النادي الحر النهر ها. الحقول الحق قال ايه؟ الحقل فاتورة. فين؟ أزرع يزرع الولد مع إيه بيه أبي ال
مصطفى أمير. الزراعة. الذرة. لا الأرض. الأرض برافو شطورة. ثلاثة. تاي بي طبيط تر كود تاف تفكس البيضة البطة. البطة على باي يدها ويدها على بيضها هتختاري ايه يا سكر؟ تركض شطورة ايقويا ما شاء الله، برافو. تركض حفر أبي الأب فكر الأب. مجرى آخر لي لماء ال بعيدا عن قريبا من تحت البطة بعيدا عن فطورة ماشي. خمسة. قضيبة حربت ما فرحت البطة عن عين عندما حفرنا حفر حفرة. أبي حفر الأب. مجرى آخر للماء تختاري ايه سكر؟ فرحت دكتورة يا ايقوي، هدي لنفسك اتنين. صح شكرا يا ايقوي. علامة صح علامة صح أو علامة غلط أمام الغرب علامة كل جملة مما يأتي. تمام. واحد. يستيقظ الولد مع تعود الولد. الله ازاي تعود الولد يس مساعدة تمام. والده الحق صح برافو. صح ذهب الولد مع أبي حصاد الذرة الأرز طلب الولد ذهب الولد مع أبيه لحصاد الأرز، صح ولا غلط؟ صح تمام. طاب الولد المس مساعدة من أبوه أبي. أبي تمام. حفر الأب مجرى آخر للماء كي
لكي لا يزعج البط. ابنه، صح ولا غلط؟ غلط. حتى لا يزعج البط. لا تستطيع المحاولة الحاية ولا التعب ب ير أعتبر بالكلام. الكلام مثل البشر، صعب. الحيوانات ما تقدرش تعبر عن كلام مثل البشر، لا تقدر. يبقى غلط. بدليل ان البطة فرحت في الاخر، نظرتهم كده وقالت لهم، كانت عايزة تقول لهم شكرا في الاخر الفقرة، يبقى غلط. الحيوانات بتشعر شبه الانسان بالظبط. طيب يا ايه، نشاط داليا سكر. أكمل بإحدى بأحدى الأماكن الكلام، مجاري مجرى 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 الكلمة اللي بعدها. الفأس برافو الجسر شطورة ثم أجب شطورة، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ربي. أيه شطورة. نقط اه من ال أدوات ال الحفرة المهمة، المهمة الفأس يعمل نقرأ بس الجملة الأول وبعدين نشوف هنختار ايه من الأدوات المهمة لإيه. العمل الفلاح الفأس دكتورة ما شاء الله. اتنين، هنا أكتب اتفضلي. يزلم يزيل الولد نقط و بفتح الفتح نقط بفتح ويفتح ويفتح لي ك ب لكبي لكي لكي يسهب يسقي الحقول يزيل الولد ايه؟ الجسم يزيل الولد الجسر ويفتح مجرى لكي يسقي الحقول. برافو. ايه
تمام، ثلاثة يا سكر. بس اتفضل اكتبيه. يلا يا سكر. ما ال ما ما أجمل ما المشكلة؟ ما المشكلة ال تي التي 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 و جتها واجهت وجهت من القصة. بالقطة. بطل القصة. اقرأي السؤال كده على بعضه تاني بقى. يا ايه ما المشكلة التي واجهها بطل واجهت بطل القصة؟ المشكلة اللي واجهت بطل القصة؟ بطل تركض على بيضة. ان هو عشان جه يفتح جسر لقى بطة تركض على بيضة. برافو عليك، تمام، شطورة. اكتبي بقى يا ايه. أنا عندي يد الفولان بايدة كتب خامس يلا يا روحي. السؤال الأخير. أربعة. هو فقط على هل توافق على؟ وافق على تصرف الأب. أنت موافقة على تصرف الأب يا آية؟ طيب يبقى اكتبي نعم. وافق. نعم 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 ألف و والموزة. و
و لا ولماذا بقى انت موافقة؟ انت موافقة على تصرف الأب ليه يا روح؟ عشان هو مصر بطة صلي عشاني عشان عشاني عشاني سلة عشان ما يموتش البنت ونعمل البتاع لأن المصر. ده يدل، التصرف اللي فعله الأب ده يدل على الإنسانية، هو كده إنسان عطوف. لأن هذا التصرف يدل على الإنسانية. لا أصلي أنا هذا دون على ايه؟ خلص طب انا عايزاكي تجيبي الكراسة عشان نتملى بقى. يا مين جبتي الكراسة؟ طيب استني ما اجيب الام. في نص السطر يا روحي، مجاري النيل. تسقي الحقول. الحقول من أول السطر. تعودت أن ألف نور أذهب أي ذهب مع أبي. أبي
ما مين معي معاه أبي إلى الحقل إلى بعد كده إلى إيه؟ الحقل قو لا للعمل لل لل نم لل نم في لا صار لل عمل عام عام عدلية لا للعمل زراعة الأرز ألف أو ألف ألف را فصلة طيب لحظة يا بيس ماشي يا روح قلنا ايه احنا واقفين عند ايه فصلة بعد الأرز فصلة بعد كده ايه فأزيل فأه ماشي يا روح زين يلا ماشي يا روح فأزيل الجسر زين ألف
زين عن زين عن جيم الكسر. الجس جيم ام رو فاصلة. بعد كده وأفتح. هو ما الجرافة؟ ما كده الماء. فصلة ملقوطة. ايه فصلة ملقوطة، فصلة وتحتها نقطة. بعد كده لأصق الحقل. لأ سقي. لي ايه الحقل. هاي كو او كو معلو كده نقطة. حركات من أول السطر بقى. ذهبت. ده ايه ب ب ب ت ذهبتو اليوم. عندي يا يقوم إلى إلى مجرى المياه. إذا أنا ما من جرى من جرى المياه. جرى أنا مي يا لأفتحه.
فاصلة بتاعت كده فوجدت بكده بطة ايه بطة 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 ب بطة ب صاروخ بطة تركض ايه على بعد كده بيضها فوق الجس بعد كده ذهبت إلى أبي لا وأحضرته رو تو ليرى البطة يرى كده ابتسم أبي ايه الو ايه أبي ابتسم ايه بيبي وقال و قول نقطتين فوق بعض أنت
لا ألف ميم أنت لا 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 ترد صار لا أم بنت أنت زعج البطة. حسنا نستطيع لا سر سر نستطيع نستطيع ما خلصتيها نستطيع ايه نستطيع حفر هاي فا فا مجرى ما جا رون آخر ايه فا فا للماء خلاص خلصنا نقطة بقى عايزاكي بقى تصوري لي الإملة دي وتبعتها لي على الواتساب كده الحصة خلصت يا آية مع السلامة.